واحد دقيقة قبل ما دخلوا سميتو نبداو نمشيو تما. اجا صديق انا عفاك واحد شوية. اذا مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر من امام المركز الوطني للطب الشرعي. احنا مازال متبعين الحالة ديال الوفاة ديال واحد السيدة ولدت في مستشفى بمسيك سيدي عثمان، ومن بعد الولادة من بعد يومين تم الإخراج ديالها من المستشفى وتوفات. فكاين تطورات في الملف، لأن اليوم كانوا كيظنوا بأن غادي ياخذوا الجثة وغادي يتم الدفن ديالها، ولكن كاين تطورات في القضية اللي خلات أن الدفن ما غاديش يكون اليوم. فاحنا مع الزوج ديالها، يعني هو اللي غادي يتكلم وغادي يشرح لنا بالضبط أشنو وقع داخل سميتو المركز الوطني للطب الشرعي. مرحبا. تبدا لنا الشريف، من نهار فاش ولدت على الحد وخرجات، واش خديتي الورقه ديال الخروج ولا لا؟ لم. السلام عليكم. بعدا هي الاولى ما خديتهاش انا. السيده دخلت نهار الجمعه تولد، مع 9 الصباح ولدت، من 9 الصباح ل 10 ونص طلعوها، ولدت سيزارين، ولدت فتيه. السيد اصلا الطبيب قبل ما نولدها قال لي تعطيني 1000 درهم، تعطيني 20000 ريال. ديالاش؟ 20000 ريال باش يستقبلني، باش يستقبلني باش تولد. واخا الولاده مجانيه وهذاك الشيء، والله ينصر سيدنا هي الاولى. هي المستشفى العمومي. حنا دابا كنطالبوا بحق حق حق مرتي ما يضيعش ليا. انا هاد السيده ولدت نهار الجمعه وقايلي لي على اساس خروج نهار الثلاث باش تخرج، وعيطوا لي، كنتفاجئ بالتليفون، عيطوا لي قال لي تخرجها لحد مع الوحده. انا دابا بغيت نعرف هاد الناس علاش انا دايرين الورقه الثلاث ولا لا اربعه، تجي تاخذ الورقه باش تخرج، وانا جيت لحد عيطوا لي قالوا لي لحد جي خرجها مع الوحده، والسيده انا كنشوف فيها باقا مريضه وخرجتها. ولكن حنا كنعرفوا امبوسيبل يخرج شي واحد من السبيطار الا ما خديتيش الورقه ديال الخروج. ما عطوني لا ورقه لا والو، قال لك سير حتى الثلاث ولا لا اربعه وجي ديها. هادشي اللي كاين. شكون اللي اتصل بكم انتم في المستشفى؟ للناس المسؤوله في المستشفى. اتصلوا بك السبت؟ اتصلوا بي السبت في العشيه، قال لك على احساس الحد ان شاء الله مع الوحده يجي خرج مرتك. داكشي اللي درت، جيت خرجتها نهار الاحد مع الوحده، جبتها للدار نهار الاثنين مع ذاك 11 ونص زاد عليها الحال، هزيتها وصلتها للباب ديال المستشفى ديال الولاده، خارجه السيده يلاه وصلت للباب ديال المستشفى وفاتها المنيه. انا دابا نعرف هاد الناس علاش ديري لي الخروج الثلاث وخرجتها للحد مع الوحده. كنطالب بحق مرتي ما يضيعش ليا. اليوم شنو وقع؟ واليوم جيت باش ندفن المرحومه، باش ندفنها. اذا كنتفاجئ بان السيده قال لك لا، مي وصلت القضيه الراي عام، خاص السيده تشرح. وهادشي اللي كاين. كاينين الناس اقارب ديالكم ما كانوش باغيين التشريح، كانوا باغيين يتكلفوا بالدفن. على اساس اكرام الميت دفنوا، حنا بغينا داك الشرع ديال الله عز وجل. ما تكتبش. كنت جايب معك الكفن وكل شيء ناوي غادي. جايب الكفن وكل شيء، عطيت السيد تشد مني الكفن، ولكن قال لي النوبه ديال المدام عندك باقي ما وصلتش. اذا مين مشينا سولنا كنتفاجئ بان السيده خاص يوصل الراي عام، خاص السيده وبليجي تدوز للتشريح الطبي. شكون اللي قال لكم هذا السيد؟ السيد ما عرفتش بالضبط اختي، ماش من التقليد ديال حتى شي واحد. دابا كنطالب بحق مرتي. انا السيد اللي كان مذنب ياخذ الجزاء ديالو. طبيب ولا شنو؟ اللي معني بالامر. انا ما كنحددش شخصيه شكون، انا اللي معني بالامر، اللي دار المسؤوليه، اللي دار الذنب يستاهل العقوب، وحسبي الله ونعم الوكيل. كيفاش كنتي في الصحه ديالها يعني قبل من الولاده؟ مناش كنت كتعاني؟ طونسيو متبعه سيمانه قبل ما تولد، طونسيو كيطلع لها 16 18 16 18. نهار الجمعه اصلا كان عندها 16 في طونسيو، ومشات باش وهبطوها، حتى كنت فاجئ بانني تهبط السيده تولد مع 9 الصباح ل 10 ونص طلعوها. اذا تقاد لها الطونسيو ديالها؟
لا ما عرفت انا ما كنتش في لابور التحت معاهم باش ندي الدنوب شي ديال شي واحد. الطبيب الجراح كان مطلع على الحاله ديالها، متبع الحاله ديالها، متبع الحاله ديالها. عارف عندها مشكل ديال ليبرتونسون. عارف تبع لا هذاك اصلا الليله نهار الخميس قال لي سير جيب واحد جوج تحاليل ديال الدم وتاخذ الدم وجبتهم ولقيتهم مزيانين. هادشي اللي ندير في الدار فاش خرجات، يعني هذا هو المساله في الدار. شنو وقع ملي خرجات؟ خرجت عادي يا السيدة بحال مغيبة، توصلت الباب دخلت مع الولادة من الأمانة دا أمانة. إلا تشوف لحظة ديال الولادة؟ لا نهار الحد، هادشي نهار الحد. فاش رجعتوها للمستشفى؟ فاش رجع لا نهار الاثنين فاش رجعنا للمستشفى. الحد خرجت مع الوحدة. في الدار علاش بغيتو ترجعوا للمستشفى؟ شنو قالت لكم؟ السيدة كتحس بالدوخة، تحس بالدوخة وما عقلاش على راسها. هادشي اللي نقدر نوافق فيه. صافي. شكرا، بارك الله فيك. نمشي معاك بس. أستاذ السلام عليكم. السلام عليكم. أخ عضو مقاطعة مولاي رشيد، تابع المستشفى مولاي رشيد اللي هو مستشفى إقليمي ديال المنطقة. أنا ما كنشوفش هذه الحالة ديال هذه البنية، كنشوف حالات هما كغيرها على المنطقة وعلى على 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 المستشفى الإقليمي. هنا هذاك المستشفى الإقليمي غامكي اضعف مستشفى في المنطقه في جهه الدار البيضاء. اضعف مستشفى هو المستشفى الاقليمي ديال مولاي سيدي عثمان. هذا من ناحيه ضعف الاليات ما كاينينش لي زاباراي ديال السكانيرات مسائل. واحد دير دابا على اقل واحد 3 سنين ولا 4 سنين هو دابا واقف. انت كواحد عضو من مقاطعه مولاي رشيد كتمشي للمستشفى اللي ديالك تابع الاقليم ديالك مولاي رشيد وكتمثل المنطقه ديالك وكيقول سير الحي محمدي دوز راديو ولا يعقل. هذا غير استنكار، كنستنكرو هادشي. انا ابار هاد الحاله اللي شفتو دابا ديال هاد البنيه هادي اللي كيطعنوا في واحد الطبيب كيقول لك هذا، حنا كاعضاء خصنا نكونوا في جناب المواطنين ديالنا اللي مصوتين علينا واللي كيشير لها الخطاب ديال سيدنا الله ينصرو، اللي هو اللي كيشير لك يقول لك انت المرشح فيك الضابط فيك الطبيب فيك المعلم فيك هذا. هذا سيدنا فهمتي خدمه المواطن. حنا جينا باش نخدموا المواطن، ماشي جينا نوضوا سميتو نوضوا الفتنه للبلاد. لا، حنا اللي ما خدامش في بلاصتو نديروا التعويض وندعموا السبيطار ديالنا. وهاد القضيه ديال 1000 درهم كيفاش؟ انا ما نقدرش نقول لك، انا كنستنكرو. ان السبيطار سيدي عثمان راه ماشي دابا كنسمعوا هادشي، ماشي اول حاله، حالات هما كنسمعوا هادشي فهمتي. انا دابا في الصباح كنت في الدائره ديال بنسيك كوميسيريه بنسيك حي شراني، ربما كنت الاستاذه ديالكم كانت واقفه تم كنت داخل تم كنتسنى في التقديم ديال باش نمشي ندير التقديم، حيت انا دي جارتي وكتكون حدايا وقراب ليا، وانا كعضو ديالهم كمرشح ديالهم كما كيناشدنا سيدنا الله ينصرو فهمتي كيخاطبنا بهادشي. مشيت حضرت في التقديم والمسائل باش نشوف الناس فين غادي يوصلوا في المحضر ديالهم مسائل مساعده ليا منه. كنلقى واحد الحاله اخرى جات اخت مع واحد السكيورتي نفس الطبيب نفس الدكتور اللي كيف المشكل، حيت الطبيب واحد هو اللي مشكله كبيره وعويصه. السبيطار ديال سيدي عثمان كتبين بانه كاين طبيب واحد، طبيب جراح واحد ديال الولاده، طبيب واحد ديال الولاده. هذا راه مشكل. ما عندناش طب في البلاد. واش حنا هادشي اللي بغيت نعرف، واش هاد وزير الصحه ناعس؟ فهمتي انا؟ واش هاد وزير الصحه ما كاينش؟ واش ما كيوصلوش هادشي؟ وحنا قلنا سيدنا الله ينصرو هو اللي كاين في هذه البلاد. حتى شي واحد في هذه الحكومه ولا شي وزير تقول لي راه خص منطقه مولاي رشيد راه مهمشينا مهموشه من تهميش كثير. وان الرشوه دابا حنا فهمتي وها الرشوه اللي باش تولد 1000 درهم. انا دابا سمعت قبيله كتقول لي السيده قال لي الطبيب جاي عندي مع 8:30 فهمتيني في الدائره انا كنهضر معك. قلت لها علاش 8:30؟ قالت لي راه بنتي غتفتح وقال لي جيبي باش تخلصي. قلت لها شنو تخلصي؟ حنا مستشارين غادي نبك انا مستشار غادي نبك ما تخلصي حتى دير العمليه البنيه فهمتي دير العمليه تخرج سلام سير الصندوق راه كاين الصندوق ديال الدوله وباغي تخلص هو هو قال لها جيبي جيبي الفلوس باش هذا
هذه وحده في الصباح انا ما عرفتش الاسم ديالها. انا كنت انا سمعت واحد الحاله البارح خرجت عام جنيت هي كتصرح وهي حامل باقا حامله يلا غادي تولد وقالوا لها جيبي 1000 درهم باش نولدوا. قالت لهم انا غادي نولد لكم في الزنقه هنايا نعطيكم في السبيطار ديال وترح شي عاديه. نتوما دابا ربما شفتوا حاله من حالات الولاده من حالات ديال الولاده اللي شفتوا، ما شفتوش حالات اخرين ابار الولاده. كاين عمليات اخرين، كاين عمليه ديال و الى جيتي شوف انا بغيت شي لجنه تكون تخدم على برا وتشوف هذوك السماسره اللي كيدوروا في السبيطار، هذيك الزبونيه ولا المحسوبيه اش كيقولوا بهذا المثل اللي حنا اللي كندافعوا عليها باش عام سنين وحنا كندافعوا على الزبونيه والمحسوبيه وباقا باقا في هذاك السبيطار مخدمين الاليات ديالهم على برا. فهمتي؟ الا بغيتي تعيش خاصك تعطي الفلوس. وراه هذا الشيء اللي كاين في هذا البلاد. فهمتي؟ سيدنا راه عيا ما يهضر ويتكلم، عيا ما يخاطب. وفين هو المندوب او المندوبه ديال الوزاره ديال بطاقه مولاي رشيد؟ في المندوب ولا المندوبة؟ والمندوب هو الله سبحانه وتعالى. انت شكون يتسوق شي مواطن تقول لي المندوب؟ واش مندوب ما شافش هادشي؟ ها واش كيتلقى لك واحد كارديان ولا مسائل كيقول لك تعالى عمي دوز لها فيزيت ديال العينين. انا تعرضت عليا انا ك ك ك انا تعرضت عليا، واش غندوز لها فيزيت ديال العينين بلا ما ندخل ندير لها فيزيت ديال العينين؟ فهمتي؟ وهاد على برا كاين الناس كاين موجود هادشي المقابل هادشي موجود في السبيطار هادشي كاين بلا ما وهادي هادي شو البلاد ديالنا. انا كنقول لك حيدها سيدنا فهمتي السلطات، انا كنحيدها سيدنا صافي سيدنا الله ينصرو فقط هو اللي كاين هو اللي كاين في هاد البلاد. جلالة الملك نصره الله هو عطى الحق للنساء كاملين المغربيات باش يولدوا. كاين مجانا مع سيدنا الله ينصرو. هادي خلاها سيدنا وفي عهد لاله سلمى جات بعد الاميره لاله سلمى هادشي خلاه هادشي مجانا. ولكن اللي بغينا نقولوا هذاك كما قال الخطاب ديالو ديال بن كيران اللي قال التماسيح وهذاك راه التماسيح راه هما هذوك الاشباح ديال المرافق ديال الادارات هذو هما التماسيح. انا غا منتخب ولا سياسي غيمشي لهم ويجي غدا واحد اخر يمشي بحالو يجي واحد اخر ولكن كيبقاو هذوك فهمتي. هذا طبيب موظف يعني في مستشفى عمومي عنده واحد الاجر ديالو يعني كيطلبوا رشوه او مقابل يعني 1000 درهم او 2000 درهم. انا كعضو انا كون وقعت لي هاد السبب بحال ويقول يعطيني 1000 درهم كون على اللياقي انا نعطيه 2000 درهم. علاش نعطيه 2000 درهم؟ خصك تعرف علاش غنعطيه انا 2000 درهم. انا كنصرح كعضو انا غير نتعلق باللسان نعطيه 2000 درهم. علاش؟ حيت هو باش طلب مني انا كمواطن حتى المواطن زيد غاتصدق انا شوف راه كيساهم في هذا الشيء راه ماشي لا 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 راه حتى هو كيساهم راه كيساهم. علاش انا غنعطي الطبيب هذا 1000 درهم؟ علاش غنزيد انا نزيدو 2000 درهم اسيدي يلا وانت كتعطي 1000 درهم نزيدو على انت شجعتيه لو كنت تهضر على حقك تقول لي لا سيدي ما عطيكش 1000 درهم انا بنتي غادي تفتح غنمشي للاداره نخلص عندنا صندوق يمشي ديال الدوله يمشي ربما باش يتهلا فيها في الولاده راه الله هذا صرحت لنا الوالده ديالها بانه قال لها ضروري تعطي هذيك 1000 درهم والله انا ما هذا الشيء ما باش تقدري تفتحي ما نقدرش نقول لك شي حاجه على هذا الشيء انا ما حاضرش انا كندافع من منبر اخر على السنكر كنستنكر داك الشيء اللي وقع في السبيطار سيدي عثمان. واش طبيب واحد كاين في الولاده راه هادشي الطبيب راه ماشي غيكزر راه ما فهمتي غادي يولي خدام انا تعطيني بوست نخدم فيه الليل كامل ليل ونهار ليل ونهار راه غادي ندير اللي بغيت فهمتي. يعني كل وحده غتعطي 1000 درهم راه غيولي خارج بواحد الا كان هادشي مطبق عليه كيقول هو هادشي كما قال الجوج ديال المرحومه اللي ماتت كيقول لك راه هاد السيد قال لي 1000 عطيته 1000 درهم راه هذا راه حسب له التق اش غيمشي يدير كاع حتى هو راه عند هذا الطبيب كيقول لي راه عنده عياده راه كيصيفط من العياده ديالو كيصيفط العياده ديالو كيصيفط للسبيطار سيدي عثمان ما كيصيفطش كل غير يصيفط الكونيني كنقول بعدا صيفط الكونيني هو كيصيفط العياده ديال الدوله كيدير شي واقع. انتم كمستشارين نعم استاذ يعني شنو الدور ديالكم في هذا شنو تقدروا ديروا مثلا كمستشارين للمواطنين اللي كيعانيوا من هذا العطب في المستشفى الاقليمي ديال منطقه مولاي رشيد؟ حنا كاعضاء وكمستشارين ديال مقاطعه مولاي رشيد راه البارح بينا على الاحتجاج ديالنا وعلى الوقفه الاستنكاريه من هذا الشيء اللي وقع في الافعال. وبركنا مع المسؤول ديال اللي باقي جديد المسؤول حنا كان المسؤول هنا كان قدروا علاش يلا بادي واحد واحد شهر شنو قال؟ قال لك حنا بغيناكم قال لك مزيان باش جيتوا عندنا كاعضاء شرفتونا فهمتي دابا انا يدنا معاكم انتم تعاونوا معنا
فهمتي؟ اذا كنتي باش نحاربوا هذا الشيء من الطبيب غادي يبقى يزاول المهام ديالو وكنمشي شي وهذاك الشيء كيبقى السلطات. مايمكنش كنقول لك انا شي حاجه حيت انا ما عنديش شي حاجه ادله عليه باش غادي نفرض عليه انا كعضو. انا كندافع كما شارني سيدنا الله نصره. اليوم جيتي مع الناس هنا هنا باش ندي الجثه. كنا في المحكمه وكان معنا الضابط الشرطه ديال البنيه وتسلم الابره ديالو التقارير ديالو المحضر ديالو. جينا دابا سميتو المركز التشخيص الطب الشرعي قال لك حيت خصو ياخذوا التقرير ديال فهمتي. ما يمكنش هنايا الراي العام دابا كاع تعرف وجمعيه المجتمع المدني وكاع وقفوا البارح ساندوا هاد العائله والمزايد بغي يعرفوا الحقيقه سبب الوفاه. حتى الا كان هاد الطبيب هو المزايد حنا كنطلبوا ليه حنا كنطلبوا هاد الوقفه اللي وقفت دابا كنبغي يخدم دماغ يخدم عقله. شكون وخرجوا يوم الاحد يعني يوم عطل؟ لا هادي دابا انا درت عمليه انا ماشي انا عمليه على درت واحد العمليه على 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 مسرح الزايده خديت 4 جو 4 ايام باش خرجوا 4 ايام هي يومين وهي يومين فهمتي. دارت العمليه دخلت الجمعه السبت دار العمليه الحد خرجت اتصلوا بها السبت قالوا لها اتصلوا بها السبت قالوا لها الحد خرج تخرج وهذا لا يوقع اش ديك العنايه ما كانش وفين هي العنايه حتى فينا واكو كانت العنايه تكون في المستعجلات. واش هو السبيطار فيه السيكيريتي هو الممرضين؟ واش السيكيريتي هو اللي كيدير الخدمه ديال واحد فيرميلي ولا ماجور ولا طبيب ولا كيدير خدمه هو اللي كينتقم معاك؟ انا توفات لي نسيبتي ام المراه ديالي توفات لي تم. شكون اللي لقيت؟ ولقيت السيكيريتي هو اللي هاز معايا هو اللي باغي يدير الاكسجين هو اللي باغي يجري. فين هما هاد الناس؟ فين هو المدير الاقليمي ديال السبيطار؟ فين هو هاد السي اللي كان ما غنسميهش غير مشى راه خرج مشى اتجاه للمنطقه اخرى مشى شي عمله حولوا شي عمله اخرى قبل ما يجي هاد المدير اللي كاين دابا وتوفى تم والسبب ديالها هما ما داروش لها الاكسجين. فهمت؟ انا باش كنت واقف عليها مع الاخوان وقفت جابوا عتقوا هذيك الساعه وقفوا داروا الاكسجين هضرت معايا بخير على خير الصباح حولوها للانعاش طلعوها لفوق البلاصه لاصين اللي قالت هاد المراه ودات عليها قالت لي راه هما اللي كتعيط عليهم باش يديروا الاكسجين وما داروش هذا في سيدي عثمان. انا كنقول في سيدي عثمان هادشي راه منطقه مولاي رشيد مولاي منطقه مولاي رشيد هو اللي كاين هو راه مستشفى اقليمي يا عباد الله. تالي غيم ما كاينش لي غيم وتالي غيم راه خاسر راه واقف لي غيم راه كاين راه خاسر واش خاسر ما يتصورش قال واحد البياسه القيمه ديالها كانت كتسوى شي 60 مليون ولمده 3 سنين. واش هاد العماله ما محركاش؟ واش هاد المندوبيه هاد المدير الجهوي ديال وزاره الصحه واش ناعس؟ واش هاد وزير الصحه اللي كنوصلوا ليه ميساج ديالنا وكيسمع فينا من هنا؟ هو بنطالب الله يرحم لك الوالدين لما جي يشوف هاد السبيطار يدير فيه واحد الدوره وخاصها شي لجنه راه ما عندنا السبيطار في المنطقه الله يرحمك الوالدين بارك. انا كنتكلم كمستشار دابا خلي انا كمستشار كنتكلم وهاد السبيطار الاقليمي غير ما عندنا فيه حتى شي حاجه اللي كتهز المستوى ديالنا. واش حنا براك علينا هذاك الاهمال وهذاك التهميش وهذاك الصوره اللي عاطينا في مولاي رشيد ومولاي رشيد خارج طاقات خارج وكاله خارج قودات خارج اطباء خارجين طبيب الشرعي اللي دابا اللي كيخدم هنا هذا من مولاي رشيد اللي مع الدكتوره فريد من مولاي رشيد وحنا كمستشارين كناديو سيدنا راه هذاك الوزير هذاك الوزير ما عرفت واش ناعس والادويه الناس كتموت تما بالادويه ما كاينش سبيطارات ما فيهمش ادويه وكتمشي لمنطقه اخرى حي الحساني ولا دار السلطان ولا المعاريف ولا حي المحمدي كتلقى الدواء مشتت ما باغي حتى واحد ومولاي رشيد عمله مولاي رشيد ولا مقاطعه مولاي رشيد اللي فيها هي ثلاثه البرنامانيين بغي حتى شي واحد في القبه البرنامج يتكلم على المنطقه يتكلم على المنطقه مولاي رشيد ها يهضر يهضر يسمع سميتو كاين مولاي رشيد هو اسم ما اسم هذه القضيه في البرلمان مولاي رشيد تجبد وراه حنا كنوصلوها حنا كنوصلوها لسيدنا هو اللي غياخذ حقنا في هذه المنطقه هاد المنطقه راه لا مهمشه فهم شو نقول لك واحد القضيه ضحك عليا دابا الرحمه هذه فيها دابا هذه منطقه رحمه ولا نقول لك انا بنات اللي كيقولوا المغاربه القدام كيقول لك ولا البارح هذيك المواد ديال ولا البارح تبنى تا ولا البارح ودخل لقيتي شي حاجه شي دابه قدام العمارات ولا شي حمار ولا شي كروسه ولا شي برك سير طل شوف تما وشوف هنا هذه اول البارح هذا واش حنا هاد الناس ما كاينينش واش ما كاينش اللي كيتكلم
كيدافع على الحقوق ديال المواطنين. انا كندافع على حقوق ديال المواطنين وديالي حتى انا وديال وليداتي. حتى مواطن في اول انا قبل ما نكون مستشار كنت مواطن والمواطن وباقي مواطن وعندي الغير على بلادي. انا دابا هادشي اللي كنهضر به حب الوطن ديالي والغير على رعايه ديال البلاد ديالي. فهمتي؟ حيت هذاك سيدنا باش خطب علينا قال لي غا فيك الطبيب وفيك المعلم تكلم في الحق. كان تيخلموش المنكر الا كان هو ناعس دارو ما مسوقش هذا مولاي رشيد هذا الوزير الصحه ولا هذا المدير الاقليمي ديال وزاره الصحه. ما كيدورش يشوف هذا المستشفى وهذوك السبيطارات الصغار ديال الاحياء الشعبيه ما فيهمش ادويه. الناس كتعاني من داع السكر ومن داع الطونسيون. شوف واش الطبيب بعدا كيجي ولا لا؟ يعني في هذاك المستشفى ديال السبيطار ديال الحومه اللي كنقولوا له هو حتى واخا كاع يجي ها هو جا عطاك عمر لك وشي خذ الدواء فينا هو الدواء اللي خصو تما يكون واحد التضاد ديال الدواء يكون فائض عندنا في منطقه مولاي رشيد. هادشي ما بغيتو ما يتكلموا عليه. انا والله العظيم كنت برنا انا ما خاصني لا صالير لا والو في البرنا. انا كعضو ما بغيت لا صالير لا حتى شي حاجه. انا كنخاطب سيدنا ما بغيت والو في هذا البلاد. فهمتي؟ قنعنا وجمعنا الحمد لله. بغينا هذيك المنطقه تصلح لنا وتكون في واحد المستوى عالي. راه منطقه صاحبي راه تخرجوا منها ناس في المستوى وتبقى بحال هكاك مهمشه. حنا حاكرينا بالسرقه وحاكرينا بالادمان وحاكرينا بالحشيش. حنا قاتلين نتب. حنا اللي قلتي لي مولاي رشيد يقول لك مولاي رشيد راه في شباب في المستوى. مولاي رشيد راه في ناس قراء داو جائزات كبرى في الامارات في المزايا. وما حتى واحد ما استقطبهم ولا قال لهم مرحبا ولا استقبلهم في المطار ولا استقبلهم في المزايد. استقبلوا واحد اللي با عنده فيلا والمزايد غندا جوج دياسك في سميتو وتلقاوني بالورد وبالغياطه والمزايد. هذاك اللي دا احسن قارئ في عنده السن ديالو 10 سنين حتى واحد ما استقبلوه. هذا ود مولاي رشيد ود مجموعه ثلاثه ما حتى واحد. انا كندويك على تراب مولاي رشيد وحتى واحد ما كيتكلم. راه عندنا واحد القريحه على ما لقيت كيفاش ندير. سيدنا انا كنطلب سيدنا راه ما نطلبش هادوك ما غيديروا لنا والو غيبقاو عليا بالمسرحيات في البرنامج. احنا كنطلبوا سيدنا اللي بغيناه هو ياخذ لنا حقنا في هذاك مولاي رشيد. رئيس ديال الامير المؤمنين هو مولاي رئيس يسمى راه صاحبي رئيس راه ما خاصناش نطيحوا بقيمته. يلا لا هو لا لا نمري اسم كيسمي الامراء ونزلوا من القيمه ديالو يبقى يبان لك الدابات وكارس وعرب وحتى غفت الباديه له باش القراوي غفتناه ما بقاش باش القراوي غفتناه هذاك. وشكرا سمحوا لي اخويا راه شكرا طيب الله يحفظك. اذا مشاهدي قناه شوف تي في من امام المركز الوطني للطب الشرعي كنا مع الزوج ديال السيده اللي توفات من بعد الولاده ديالها بمستشفى بمسيك سيدي عثمان. وكان معنا مستشار عن مقاطعه مولاي رشيد يعني كيستنكروا الحاله اللي وصل لها المستشفى. وهما صراحه جميع المستشفيات ديال المغرب فما فيهمش مستشفى واحد كيحمر الوجه وكي يقضي الغرض المواطنين. فكيف سمعتوا بان طبيب كيطلب من هاد النساء اللي باغيين يولدوا انهم يجوا الصباح بكري ويعطيوه الفلوس. اذا 1000 درهم على مسرح الزوج ومسرح المستشار بان داخل الدائره الامنيه تلاقى بسيده جايه باش دير شكايه بان سيدة طلبوا منها انها تخلص فلوس. لي غام سكانر ما كاينش 3 سنين وخاسر. فهادشي عادي ولينا ولفنا لان ما كاينش واحد استراتيجيه وما كاينش واحد الرغبه في الدولين بالنهوض بهذا القطاع الحساس. واهم حاجه هو قطاع الصحه. الناس ولاو كيتخلعوا الى دخلوا المستشفى عمومي كيفضلوا انهم يبيعوا لوراهم اللي قدامهم ويمشوا لمصحه خاصه ولو انهم غادي يفتسهم. ولكن ما كاينش البديل لان المستشفى ما غاديش يقضي لك الغرض ديالك فغادي تبقى معذب وربما خاصك توادع مع العائله ديالك الا كنتي غادي تدخل دير عمليه. ف ما كنتكلموش على مستشفى ديال بمسيك وحده فهادو جميع المستشفيات بما فيهم بنورش بما فيهم 20 غش. الناس كيمرضوا في مدن بعيده وكيرسلوهم لمدينه الدار البيضاء بحال المدن يعني ما فيهاش مساحات. بحال المغرب ما فيهش اطباء بحال ما فيهش ممرضين. فكيف يعقل ان مستشفى ديال بمسيك يكون فيه طبيب واحد خاص بالولاده؟ اذا هنا كاين مشكل. فنتمنوا انكم تبارطاجيو هذا المباشر لعل وعسى توصل الرساله للمسؤولين على النواب البرلمانيين يتكلموا في هذا الموضوع ديال الحاله الكارثيه اللي وصل لها قطاع الصحه في المغرب.
وبالخصوص النواب ديال منطقه مولاي رشيد انهم يدافعوا على المنطقه ديالهم، لان هذه المنطقه ديال مولاي رشيد منطقه مهمشه كتعاني من الخراب، كتعاني من الدواب، كتعاني من الجمال، من الغنم كيدور وسط الزناقي، من الظلمه، من السرقه، من المستشفيات ما كاينينش. المهم نجمع كل شيء وقول في مولاي رشيد للاسف حتى النواب ما كيتكلموش بصوت المواطنين، فانتم بالبارطاج ديالكم دافعوا على بعضياتكم ووصلوا الصوت ديالكم باش نحلموا بواحد اليوم يكون جميل ان شاء الله، ولو ان هذا اليوم غادي يكون بعيد وبعيد بزاف. فنتمنوا خير ان شاء الله، تبارك الله عليكم، ان لله وانا اليه راجعوا. الله يصبر العائله ديال الفقيده، الله يكبر هذاك الوليد او ديك البنيه في طاعه الله ان شاء الله، ويكون خير للاب ديالو، الله يعوضه خير. فغادي نوصل لنهايه المباشره، تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك.